بدك احنا يعني عمال بنساعد ناس بتجيب لنا من برا، بس الكمية اللي بجيب لنا اياها مش كافية، فمش قادرين على الناس، والعدد اللي هنا زيادة، بده قد اللي عملناه 10 مرات عشان نقدر نسلم. ايش اللي بتوزعوا اليوم؟ ايش احنا اجينا ناخذ مونة هنا اكل للاطفال، ما لقيتش شيء يعمل عشان المعونه قليله، وما قدرتش انا اخذ ولا شيء، وهي سكني فاضي زي ما انتم شايفين، والوضع ما انتم شايفين، الكل محتاج والكل محتاج، ومش عارفين ايش بدنا نسوي. سعيد ورايا.